شكرا. بعد لو سمحت. ايه لازم. هالسيارة كتير حلوة. دقيقة بس. بالمناسبة بعرف سيارة بتشبهها، شفتها بالسوق بس انسرقت. عندك فكرة عن هذا الموضوع؟ بما انك توترتي هيك فمعناتها انت اللي سرقتي السيارة. ها؟ إذا كنتي سارقتيها فلازم تتعاقبي. عندك تبرير لهالشي؟ أنا ما كان قصدي إنه أسرق. أنا شايف إنك. والله. يعني السيارة انسرقت بالغلط؟ لا لا، لو كنت لحالي ما كان رح يكون في مشكلة أبداً. بس وقتها عمي جومز رجع والباقيين يعني كمان كانوا. الباقيين؟ مين الباقيين؟ مين متورط معك كمان؟ انتوا عصابة؟